اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانا النهارده غرفة نوم مودرن باللون الكثيف الأسود. الغرفة مدة 2025 من معارض إسلام صبحي. اسم المعرض ورقم التليفون موجود على الفيديو. الغرفة سيمبل قوي، ممكن برضو تنفع غرفة نوم للشباب، بس يعني صغر حجم السرير شوية، وكمان نقدر نغير اللون زي ما احنا عايزين. غرفة رايقة قوي وبسيطة للناس اللي بتحب الحاجات السيمبل. تعالوا نتفرج بقى على الغرفة. بس كوميديونو معمول بتصميم مختلف وجديد جدا. الجزء اللي فوق فيه ده ينفع للاكسسوارز والساعات، صوت التسريحة برضو بتاعتها شيك قوي بصراحة. معمول فيها الجزء اللي هي المراية بالطول دي، طبعا بقت موجودة في كل غرفة تقريبا. هو هنا استغل التسريحة وعمل الجزئين مع بعض. كمان الموضة اللون العسلي بيدخل في الإزاز. بص المراية الطويلة برضو، الجزء ده ينفع للشنط. ممكن برضو البرفانات تتحط فيها، الحاجات المهمة اللي انت ممكن تخاف عليها لو في أطفال انها تتكسر. وده الدولاب بتاعها، ستايله جديد جدا وتصميمه جديد ولذيذ. هسيبكم تتفرجوا معانا على الغرفة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس. تقولنا في الكومنتات ايه رأيكم بغرفة النهاردة.